انا اول مره نعيش قصه حب واول مره نحكي معناتها في 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 اون بوبليك معناتها على شيء هذايا فريمون وليت تشوف في تونس حاجه اخرى معناتها هكا ماجي معناتها سي سي اون استوار دامور اللي بالحق تعطيك امل في تونس تعطيك امل في روحك وتعاود تولي تشوف الدنيا روز كيما برشا في كيما مريتك روز ولوكك الجديد هذا والبلوطه شنو حكيتها هي كيما الايماج الجديده الايماج الجديده اللي قاعد تتخلق فيك موك تبدا عندك برشا اسبوار تولي تولي الله على الحمد لله نحب نقول للعباد بالحق اذا كان عندكم قصة حب تعيشوا فيها عيشوها بالقدا على خاطر تنجم تبدلكم حياتكم ونحب نحييها دايوغ سيت اون كرياتريس دو مود الله وشنو العلاقة وين توا واصلة وين باش تمشي ماشي البعيد سكاسو سكاسو ان شاء الله ربي يهنيكم عرف على شنو البعيد قمرت للزواج للزواج معناها انا بالنسبه لي انا ما دام فما حب كل شيء نجم يصير واضح واضح وليت نجم تبدل حياتك معناتها في التمثيل تبدا تبدا بلوطه اذا كان مع ثم المقترح من ثم حتى مشكله ما دام ما دام فما ماكله مش نسال تو في الاخر زوج اسئله محرجه هل صحيح انك دفعت 45 مليون باش تاخذ دور البطوله لا ال 45 مليون هذوكم انا سلفتهم للبرودكسيون وقت اللي بدينا باش نصوروا التلفزه الوطنيه ما صبتش الفلوس يضحك شفت وقت اللي سلف اي اي شفت الوضعيه انت سلفتها اي لحظه اي والله وكممثل منين جاك 45 مليون باش تسلفهم برودكسيون الحمد لله يا لا خيبة المسعى هكا خيبة المسعى هل عندك الجرأة باش تقول لنا على الممثلة اللي حابت تاخذ الدور الاول وعطات 90 مليون باش يعطيوها دور البطولة في مسلسل 27 وبعد الدور ما خذتوش خاطر ما عجبهاش الدور اما وعدوها باش يعملوا لها دور سبيسيال هي في الموسم الثاني ممثلة دفعت 90 مليون باش تاخذ البطولة نعرف برشا ممثلات حبوا يدفعوا فلوس باش ياخذوا واما ما نعرفش واحدة دفعت ما في باليش دونك ما عندكش جراء خساره جمعت عندي امير جديد يقولها لا لا عندك المعلومه لا ولا ما عندي ولا عندك المعلومه ولا ما صارت قدامك قدامي لا 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 نعرف شكون حب يعطي فلوس ولكن 90 مليون حب تعطي دور البطوله توت فاسون طفله صغيره عمرها 18 سنه يعني في المسلسل هي مش كبيره هيك علاش جوستومون ولا ما نعرفش كمان زائد فما 18 فما 10 سنين زايدين اي اي فما فماش علينا ان توكا ما عندها حتى علاقه بالجرأه الحكايه هذيا تنجم تنفضح امراه ما منهم في الحياه بنات تصفيق على امير الدريدي محلاه